ايه مالك يا فتحي؟ زعلان ليه؟ موبايلي اللي لسه شاريه من يومين اتسرق مني النهارده في المترو. يا راجل، طب مبروك. مبروك ايه يا بني ادم؟ انت ما عندكش دم. بقول لك اتسرق. ما انا عارف، انا قصدي مبروك على الكريدت اللي اتحول لك. كريدت ايه؟ الكريدت اللي اتحول لحسابك الاستثماري في الاخره. بص يا سيدي، كل واحد مننا عنده حساب جاري في الدنيا في المال والنفس والعرض و و و وحساب استثماري في الاخره، ده اللي فيه الحسنات والمكافآت والاجر. مش فاهم. انا هشرح لك. انت لما بتطلع صدقه مثلا، فانت بتحول فلوس من حسابك الدنيوي ده لرصيدك في الاخره، الميزان اللي هيحدد مصيرك بعد رحمه ربنا طبعا، مش كده ولا ايه؟ ايوه، بس انا ما طلعتش الموبايل صدقه، ده اتسرق مني. ما انا جاي لك في الكلام اهو. ربنا حط قانون في الدنيا القصيره دي بما انها دار اختبار، يعني القانون ده ان اي حد هياخد حق حد في الدنيا، فالحق ده هيتحول فورا لرصيده في الاخره من حساب المعتدي لحساب المعتدى عليه، سواء كان اعتداء لفظي او معنوي او جسدي او اعتداء على الممتلكات او اي نوع من انواع الاعتداء. خد بالك، حقوق الناس عند ربنا عظيمه جدا جدا، فتسعيره الاعتداءات دي يوم القيامه هتكون ضخمه بشكل لا نتخيله، وكل الدفاتر هتتفتح وكلنا هنتقسم لدائن ومدين. يا راجل ده اسمه يوم الحساب. يعني الموبايل اللي اتسرق ده كريدت مضمون من الحسنات هتاخدها من الشخص اللي سرقك يوم القيامه. وبما ان كل واحد فينا ما يعرفش هو عنده قد ايه حسنات او سيئات، فمين عارف، يمكن يكون الموبايل المسروق ده هو اللي هيخلي كفه حسناتك ترجح عن كفه السيئات وتدخل بسببه الجنه. حاجه كمان، انت لما بتعمل عباده احتمال تكون ناقصه، يعني مثلا صلاتك فيها شويه سرحان، او صيامك مثلا جرحته بحاجه كده ولا كده، لكن الحق اللي اتاخد منك ده هيرجع لك كريدت حسنات كامله مضمونه، لان ربنا ما بتضيعش عنده اي حقوق. يعني تخيل كده واحد يقعد يصوم ويصلي كام يوم، والثواب بتاعه ده هيتاخد على الجاهز كده ويتحط في رصيد حسناتك، لمجرد ان الشخص ده مثلا جاب سيرتك في قعده كده ولا كده، اغتابك يعني. طب ولو ما عندوش حسنات اصلا؟ في الحاله دي بيتاخد من سيئاتك وتتحط في ميزانه هو، يعني حقك هتاخده. ومين مننا ما عندوش سيئات عايز يتخلص منها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ فالصحابة قالوا له: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عادل،